في بادرة إنسانية رائدة أطلقت جمعية الشيخ عبد الله النورية الخيرية من دولة الكويت مخيماً طبياً لجراحة العيون في محافظة شبوة، تلك المحافظة التي لطالما عانت من قسوة الظروف وأعباء الفقر. هذا المخيم يأتي كضوء أمل يتسلل إلى عيون من أرهقهم المرض وضاقت بهم سهول العلاج، حيث يستهدف علاج شريحة كبيرة من المجتمع المحلي ممن يعانون من أمراض العيون التي لطالما حرمتهم من وضوح الرؤية وأثقلت حياتهم بالمشقة. نشكر دولة الكويت وأهل الخير على ما يقومون به من دعم في كافة المجالات، وفي هذا اليوم في المخيم الطبي لسحب المياه البيضاء. أغلب الناس ما يقدرون يتعالجون على حسابهم الخاص نظرا لظروف البلاد المارة بها الآن، ونرجو منهم أن يزيدون العدد في المعاينات وفي العلاج. ومن خلال هذا المخيم الطبي سيتاح للعديد من المرضى فرصة الحصول على عمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات ليعود لهم نور البصر الذي كاد أن يغيب إلى الأبد، ويتوقع أن يتم فحص ومعاينة قرابة 400 حالة ليحظوا بفرصة استعادة جزءاً من حياتهم. في هذا اليوم ندشن هذا المخيم الطبي لجراحة العيون عمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات التي يأتي برعاية كريمة من الأخوة في السلطة المحلية ممثلة بوزارة الصحة ومكتبها في محافظة شبوة، ويستهدف هذا المخيم يأتي بتمويل ورعاية كريمة من الأخوة جمعية الشيخ عبد الله النوري بالكويت، ويستهدف هذا المخيم شريحة من المجتمع في محافظة شبوة الأشد فقرا، وسنعمل معاينة لأكثر من 390 حالة سيتم معاينتها في هذا المخيم، وعمل عمليات مياه بيضاء وزراعة عدسات بتقنية الألفاكو على عدد 103 حالة، وهذا العدد يعتبر عدد قليل، ونحن عبركم عبر هذا المنبر نطالب الأخوة في جمعية الشيخ عبد الله النوري حفظه الله ورعاه أن يكون العدد يعني أكبر مما نتصور، أو يكون العدد أكبر من هذا المعتمد لهذه المحافظة، لما ترون اليوم من إقبال كبير من شرائح المجتمع المتعددة في هذا المستشفى. ويأتي هذا المخيم كهمسة وفاء في زمن يحتاج إلى الكثير من البذل، ليؤكد أن الإنسانية الحق لا تعرف حدودا ولا تقاس إلا بما تتركه من أثر في حياة الآخرين، كما أن المخيم ليس مجرد مشروع طبي بل هو رسالة نبيلة تجسد أسمى معاني التضامن الإنساني وتعكس روح العطاء الممتد من أرض الكويت إلى قلوب المحتاجين في شبوة.